السياسي ومع بدء العد العكسي لانتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة والممارسات المشبوهة في اختيار الأعضاء وتحول هيئة بن صالح إلى هيئة تسجيل، يطرح البعض التساؤل حول جدوى هذه الهيئة. عادل زيدي. مع بدء العد العكسي لانتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة وأمام الممارسات المشبوهة التي تطبع عملية الانتخاب أشكار وغيرها، يطرح البعض إشكالية جدوى إبقاء هذه الهيئة التي تحولت عضويتها إلى ما يشبه تقاعد مريح أو مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لإطارات الجمهورية عبر آلية الثلث الرئاسي. من جهة أخرى، تحول مجلس الأمة إلى غرفة تسجيل مشابهة للغرفة السفلى. بوضعه الحالي لا ليس له أي 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 أي, أي, أي دور، ومن ثاني يفترض يعني اما ان يعني يحل هذا المجلس او انه المجلس القادم الذي امر به السيد رئيس الجمهوريه والذي سيكون لربما في الاشهر القادمه او الاسابيع القادمه، في اعتقادي انه لا بد من اعطاء دور يعني منوط بهذه الغرفه. مجلس الشيوخ كما يسميه البعض قد يكون أداة الرقابة على أداء وعمل الحكومة، إلا أن البعض من الأعضاء من تحصل على عضوية لم يكلف نفسه عناء الحضور ولو لجلسة واحدة. مجلس الأمة من المفروض أن يكون صمام أمان استقرار وتوازن المؤسسات في البلد، والمفروض منه حتى يتماشى مع التطور الحاصل أن يحجم من وحدة إلى أخرى نظامه الداخلي والقانون العضوي لنظم العلاقات مع البرلمان. عمل هذه المؤسسة التشريعية ترك المجال مفتوحا لكل الانتقادات حتى أصبح محل تشكيك من طرف جل أحزاب المعارضة حول شرعيته ونزاهته، فهل ستراجع آليات عمل هيئة عبد القادر بن صالح في الدستور القادم؟